السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات اللي كتضمن الهجرة إلى كندا. صدر واحد الخبر عن وزير الهجرة الكندي ماركو مانديسينو مطلع الشهر اللي فات أن البلاد ديالو كتخطط باش تقبل 1 مليون مهاجر يعني محتاجة ليهم بهدف تعويض النقص اللي عندهم في ديال العامله بسبب ان السكان تما يعني كبروا بزاف وحتى النسبه ديال المواليد تراجعات بزاف الناس ما بقاش كتولد دونك هما في حاجه ماسه ليد العامله الشابه. وكما ان الحكومه نشرت على الموقع ديالها الرسمي يعني الشروط الواجب التوفر في اي شخص يعني عنده النيه بانه باغي يهاجر لكندا وباش يشتغل تما من خلال هذا البرنامج اللي كيغطي مقاطعات كثيره بينها اونتاريو مانيتوبا ساسكاتشوان البرتا بريتش كولومبيا. وفي هذا الصدد قالت مصادر من سفاره كندا في المغرب ان لجنه وزاره الهجره الكنديه محافظه برونزويك الجديده اللي هي نوفو برونزويك انها غتحل مدينه الدار البيضاء لاستقطاب يعني مهاجرين مغاربه جدد في مجالات متعدده. كما ان هاد نوفو برونزويك هاد المنطقه فهي كتشهد واحد الازدهار مؤخرا والنسبه ديال الناس اللي دفعوا لها كثار مؤخرا وان الشروط ديالها ماشي صعيبه بحال كيبيك. الوغ من بين الشروط اللي كتطلبها وزاره الهجره الكنديه هي الحصول على توصيه من منظمة اقتصادية للمقاطعة وكتمنح بعد تقديم الخبرات والمهارات. عندك الحصول على عرض عمل ثابت يعني بعدد ساعات ما كتقلش على 30 ساعة مدفوعات الأجر أسبوعيا يعني يكون شي عقد عمل يعني في لا سومين يعني في السيمانة تكون كتشتغل فيه 30 ساعة على الأقل. كما أن بين الشروط كاين الخبرة العملية في نفس المهنة بما لا يقل على 1560 ساعة في العام الواحد. كذلك الحصول على الشهادة الثانوية أو مؤهل متوسط على الأقل. كذلك من بين الشروط كاين توفر الحد الأدنى المطلوب في اللغة بما لا يقل على 5 درجات في اختبار آيلتس. هذا الموضوع غادي نشرحوه في فيديو قادم إن شاء الله. عندك كذلك توفر غطاء يكون كافي للمعيشه يعني واحد لا صوم اللي تقدر انك تمشي يعني على الاقل كتكون حامي راسك بانك كتجيستيفي لهم بانك انا قادر انك تعيش بواحد المبلغ في البدايه ديال الهجره ديالك. عندك اثبات نيه العيش والاستقرار في المقاطعه او المنطقه التابعه لها يعني هما كيبغيو يتاكدوا. علاش؟ لان الناس بزاف اللي مشاو اللونين ما كانش عندهم ديك النيه يعني كان عندهم غير الغرض انهم يمشيو لهذه المنطقه يتقبلوا فيها من بعد كيحولوا لوجهه اخرى منطقه اخرى. دونك هنا يعني حددات واحد الشروط يعني انك خاصك تثبت نيه لتعيش والقالب اللي كيديروه اللي معروف هو ان الا بغيتي ان تقبل لك الشروط انك تبين لهاد المنظمه بانك انت ما عندكش شي واحد في كندا نهائيا. لان لو فات ان تعرف بان عندك شي واحد صديق قريب اي واحد عنده صله بك دونك غترفض لك اوتوماتيكمون الدوسي يعني ديما تبين بانك انت ما كتعرف حتى شي واحد في كندا. عندك ما بين التسهيلات الجديده للمهاجرين كاين غادي تبدا بنظام يعتمد على الفاعليه والسرعه في الرد ماشي بحال النظام القديم اللي كان كيطلب واحد الوقت كبير بين سنه سنتين ثلاث سنوات عاد باش كيردوا عليك. دونك هنا غادي تكون السرعه في الرد على الطلبات ديال الهجره من خلال احتساب النقاط اللي كتستخدم كيخدموا بها كمعيار باش يقبلوا الدوسي. ومن بين هاد النقاط كاين على الاساس غنذكروا العامل ديال السن. عامل السن كاين حسن السلوك عندك المستوى الدراسي عندك الخبرات العمليه عندك النيفو ديال اللغه ديالك عندك اللياقه البدنيه والصحيه
كذلك الحالة العائلية والقدرة على التأقلم، كذلك وجود قريب أو صديق بكندا. هذا بالنسبة هذا الشرط الأخر، هذا المعيار الأخر، هذا بالنسبة للمقاطعة ديال كيبيك. أما بالنسبة للمقاطعات الأخرين اللي كيعتمدوا على اللغة الإنجليزية بالأساس، فما خاصكش تذكر لهم نهائي بأن عندك قريب أو صديق. أوكي، كتوقع إلغاء الرسوم الجنسية. هنا كاين واحد التوقعات اللي كتداول بكثير في خضم ما يخص الرسوم ديال الجنسية، فكانت التكلفة ديالها كانت توصل $630 للفرد الواحد، وأكثر من $1500 للأسرة. دونك التكلفة شوية غالية بالنسبة للي بغى يدفع الدوسي ديالو. الوغ كاين هناك يعني واحد الوعود الحكومية بالتنازل على هاد الرسوم، يعني هادي راه بادرة مزيانة كتشجع كاع المهاجرين كاع اللي عندهم الرغبة في الهجرة لكندا. كذلك تخفيف اختبار اللغة وامتحان المواطنة، يعني اللي بغى بالنسبه للجنسيه، الناس اللي ضربوا واحد المده دوز واحد المده ديال 3 او 4 او 5 يعني مي كيبغيو يوضعوا الدوسي ديالهم على قبل الجنسيه الكنديه، فالامتحان كان عنده واحد الشروط ديالو، ولكن دابا غادي تخفف اختبار ديال اللغه والامتحان ديال المواطنه، بالاخص اللي من لاج ديالهم السن ديالهم ما بين 18 سنه حتى 54 سنه، والتسريع في تحول زعمك المهاجرين الجدد الى مواطنين باش يسرعوا يعني بدغيا ان المواطنين اللي جاوا جداد انا متهم تكون عندهم جنسيه كنديه ويستافدوا من الامتيازات ديال اي مواطن كندي. كما ان واحد التقرير حدث ديال الاتحاد الكندي للاعمال المستقله ان هناك حوالي 433 الف وظيفه بالقطاع الخاص، يعني ما تمش الوفاء بها في الربع الاخير من سنه 2019. لذلك يمكن الحصول على عقد عمل سريع في كندا لمن يعمل في المجالات التاليه: بالنسبه اساتذه ديال الجامعات، بالنسبه للمحاسبون القانونيون، وبالنسبه للعاملون في المجال ديال التعدين والمعدات الثقيله والروافع والحفارات، الدومين معروف هذا الشيء ديال المعدات الثقيله والروافع. بالنسبه للطهاج والعاملون في مجال المطاعم والخدمات الفندقيه والضيافه، الاطباء والممرضون والمتخصصون في الاشراف الصحي والعلاج الطبيعي، كذلك قطاعات الزراعه والخدمات الشخصية من بينها مصفف الشعر، تنظيف الجاف إلى غيره، كذلك المقاولون ومدراء المباني وأرباب الحرف المعمارية، بالأخص الحرف ديال الكهرباء ديال النجارة ديال السباكة وغيرها، كاع هاد الحرف اللي كتنتسب هاد الدومين. بالنسبة للمهندسون لا سيما في مجال الحاسوب، يعني كيطلبوا المهندسون بزاف ديال هندسه الحاسوب والالكترونيات والجيولوجيا والكيمياء والبترول والتعدين وغيرها. فكيف ما شفتوا فهاد الدومينات هي اللي مطلوبه بزاف في المقاطعات اللي ذكرنا سابقا. فاللي عنده شي خبره وعنده دبلوم فما عليه غير يدفع ويسرع، ف لي بوست راه موجودين الحمد لله، وكندا راه حال البيبان ديالها، ونتمناو خير للجميع ان شاء الله، ولماذا نتلاقاو كاملين ان شاء الله تما في كندا، ونتمناو لكم حد سعيد